بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. يسعدني ويشرفني مع آباء الشهداء أن نقف هذه الوقفة على روضة الشهيد الغالي محمود أبو تاكي الذي قتل في يوم الخميس الدامي مع مجموعة من الشهداء، وكان عدد الجرحى عددا كبير في ذاك اليوم، وقد سببت هذه الشهادة وهذه الانتهاكات فوكس على أو تركيز على القضية البحرينية من ذاك اليوم الدامي. إننا كحقوقيين كقوائد شهداء طبعا نقف وقفة صادقة مع أنفسنا ومع ربنا سبحانه وتعالى أن نعاهد هؤلاء الشهداء بأن لا نتوقف في أخذ حقوقنا المشروعة والوصول للأهداف المنشودة. وفي الختام أتمنى أن نكون صادقين ونسير في درب الشهداء وفي درب المعتقلين وفي درب الشباب الجرحى وفي درب الرموز المعتقلين. في الختام نقرأ سورة الفاتحة على شهدائنا الأبرار ونتمنى فقد أسرانا وجرحانا والصلاة على محمد وآل محمد.